لنحقق أهداف ثورتنا، لنحلل ثورتنا، أين مسار الثورة، أين نتجه، أين أهداف الثورة الذي خرج من أجلها أبناء تونس. اليوم نلتقي من أجل تحليل كل هذا الوضع وتصحيح مسار الثورة الذي نظلنا من أجله. يحل بينكم يوم السبت 14 سبتمبر المناظر الحقوقي والسياسي الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، وذلك يوم السبت 14 سبتمبر بقاعة أفراح موسى على الساعة 4:30 مساء، لعقد اجتماعا شعبيا والالتقاء بأبناء مدينة العالية، فكونوا في الحضور. في الموعد يوم 14 سبتمبر على الساعة 4:30 مساء بقاعة أفراح تيجاني موسى بمدينة العالية للالتقاء بالأستاذ المناظر الحقوقي الأستاذ عبد الرؤوف العيادي يوم السبت 14 سبتمبر على الساعة 4:30 بقاعة أفراح تيجاني موسى، لنصحح مسار ثورتنا ونطمح لتحقيق أهدافنا. أين القناصة؟ أين من قتل أبناء الثورة التونسية؟ يوم السبت 14 سبتمبر على الساعة 4:30 مساء، مرحبا بكم، كونوا في استقبال زعيم الثورة التونسية.